تستعد ولاية فلوريدا لمواجهة واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها، حيث تصاعدت حدة إعصار ميلتون مجدداً ليصل إلى الفئة الخامسة وهي الأعلى على مقياس الأعاصير. هذا الإعصار ينذر بخطر جسيم يهدد حياة ملايين السكان. مع توقعات بوصول العاصفة إلى الساحل الغربي للولاية اليوم الأربعاء، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيراً شديداً للسكان، محذراً إياهم من أن هذه مسألة حياة أو موت، وقال: الإخلاء الآن، 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 مشيراً إلى ضرورة مغادرة المناطق المتضررة على الفور. تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى أن إعصار ميلتون سيكون أسوأ عاصفة تضرب منطقة تامبا منذ أكثر من قرن، مع تحذيرات من ارتفاع منسوب المياه إلى 4.5 متر فوق مستوى سطح البحر. في مواجهة هذا الخطر الداهم، حثت رئيسة بلدية تامبا جين كاستور السكان على المغادرة الفورية، محذرة قائلة: إذا اخترتم البقاء في مناطق الإخلاء فسوف تموتون. إن هذه التحذيرات هي دعوة للصحوة، فالوقت ينفد والخطر يقترب بشكل متسارع، ولا بد من التحرك قبل فوات الأوان.